أعزائي مستمعي راديو الأهرام، أهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامج همسة لصحتك. والنهاردة هنتكلم عن مشروبات الطاقة الساخنة في أيام الشتاء القارس. كلنا بنحتاج إلى مشروبات ساخنة تساعدنا على الإحساس بالدفء في أيام الشتاء البارد لتحسين وظائف الجسم وتنشيط الدورة الدموية وزيادة المناعة كمان. ومن أشهر المشروبات الشتوية اللي بتدينا طاقة ودفء كوباية السحلب باللبن، والسحلب غني بالكالسيوم ومضادات الأكسدة ومهدئ للأعصاب. بنضيف معلقتين من السحلب على كوباية لبن وسكر على النار، وممكن نضيف ليهم مكسرات أو جوز الهند أو زبيب. كوباية الكاكاو باللبن مشروب صحي بيساعد على تقوية الذاكرة والإحساس بالسعادة والراحة ويعزز صحة القلب كمان. ومكوناته كوباية لبن مع معلقة كاكاو خام وسكر وبيقدم ساخن. وكمان في الحلبة باللبن من المشروبات اللي ليها قيمة غذائية كبيرة جدا، وبتحتوي الحلبة على فيتامين بي وبتعمل على تطهير الجهاز الهضمي من البكتيريا وعلاج الالتهابات كمان. والمكونات كوباية لبن، معلقة حلبة حصى وسكر. وفي كمان القرفة باللبن من أفضل المشروبات الشتوية اللي بتساعد على زيادة حرق الدهون، وبتحتوي على الكالسيوم المقوي للعظام ويساعد على التدفئة ومهدئ للأعصاب. والمكونات بتكون كوباية لبن مع معلقة قرفة وسكر حسب الرغبة. وفي كمان حمص الشام اللي كلنا بنحبه، وهو من المشروبات الطاقة الصحية لأنه غني بالبروتين والألياف والحديد وبيحافظ على الجسم ويقي من العديد من الأمراض. والمكونات بتكون الحمص والطماطم والملح والكمون والشطة والليمون. وفي القهوة باللبن، ودي مفضلة كتير من الناس وهي من أفضل المشروبات الصحية، وبتكون من اللبن والقهوة والسكر. ومن المشروبات الممتعة جدا للناس الزنجبيل بالقرفة، ويعتبر مشروب مثالي بقدراته العالية على تقوية المناعة ومحاربة نزلات البرد وحرق الدهون، وبيكون من القرفة مطحونة أو أعواد وزنجبيل وسكر حسب الرغبة. والمشروبات دي كلنا بنحبها وممكن نقدمها كمان لضيوفنا للاستمتاع بالدفء والهدوء. أشكركم وإلى اللقاء في الحلقة الجاية. أعدت الحلقة وقدمتها ميرفت عزت من راديو الأهرام.